بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم في شرح جديد من شروحات أحمد فتحي عن هل لمشكلة لا يمكن الوصول لهذا الموقع أو this site can be reached اللي بتقابل العديد من الأشخاص. تبقى أحيانا بتدخل على موقع معين وبتجي لك الرسالة اللي حضراتكم شايفينها دي، لا يمكن الوصول إلى هذا الموقع. فالنهاردة احنا معانا حل لهذه المشكلة. هذه المشكلة ليست لها سبب واحد أو سبب معروف، ولكن لها عدة أسباب تختلف من موقع لآخر أو من مكان لآخر، من دولة لدولة يعني، ولذلك يعني بيوجد لها أكتر من حل. هنشوف مع بعض بعض هذه الحلول، فتابع الفيديو للنهاية وسوف تجد الحل لهذه المشكلة بمشيئة الله تعالى في هذا الفيديو. لو أول مشاهدة ليك على القناة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك جديد القناة. ولو أنت من متابعي القناة الأعزاء، فلا تبخل علينا بالضغط على زر لايك وشير للفيديو لتعم الفائدة. نبدأ على بركة الله. للوصول إلى حل لهذه المشكلة، يجب أولا أن نعرف سبب المشكلة. المشكلة ممكن تكون من الموقع نفسه، يعني ما تكونش عندك مشكلة فنية أو مشكلة مرتبطة بالإنترنت أو مرتبطة بالجهاز الخاص بك، لكن المشكلة موجودة في الموقع نفسه. الموقع ممكن يكون مغلق أو تم إزالة الموقع من أساسه، أو هناك مشكلة فنية في الموقع. طب إزاي نعرف إذا كانت المشكلة عندي ولا المشكلة في الموقع؟ هنخش على موقع متخصص بيدخل على مثل هذه المواقع وبياخد سكرين شوت للموقع. لو الموقع ما فيهوش مشكله بياخد لك سكرين شوت من مواجهه الموقع، كده تتاكد ان الموقع ما فيهوش مشكله، يبقى المشكله عندك. لو ما جابلكش صوره وقال لك ان في مشكله في الموقع، يبقى انت ما تدورش على حل للمشكله دي، لان ما لهاش حل، لان المشكله في الموقع نفسه. انا عندي الموقع ده مثلا، حبيت ادخل على الموقع فالرسالة جاية زي ما حضراتكم شايفين. انا عاوز اتاكد ان المشكله في الموقع نفسه ولا المشكله عندي. هناخد رابط الموقع كوبي، هروح على الموقع اللي انا قلت لحضراتكم عليه. سوف اترك لحضراتكم رابط الموقع في اسفل الفيديو. هذا هو الموقع سناب يو تيوب. هضغط هنا كده، هحط الرابط وهضغط على سناب، هيبدا يبحث داخل الموقع. او زي ما حضراتكم شايفين المشكله في الموقع مش عندي، بقول سوري بات ذس يو ار ال دومين از بروكن، الموقع معطل. فانا كده مش هدور على حل للمشكله، لان ملهاش حل، لان الموقع نفسه معطل. طيب انا هدخل على موقع تاني، الموقع ده كده مثلا، هنلاقي نفس المشكلة في الموقع اهو، this site can be reached. هروح برضو اتأكد، هاخد رابط الموقع كده وهروح على الموقع اللي بياخد سكرين شوت للموقع، احط الرابط بتاعه كده واضغط على سناب. زي ما حضراتكم شايفين خد لي سكرين شوت للموقع اهو، زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، يبقى الموقع شغال وما فيهوش مشكله، يبقى المشكله عندي. المشكله ممكن تكون ايه؟ المشكله ممكن تكون ان الموقع ده محجوب في بلدك. اول حل هنغير الاي بي بتاع الجهاز، هنروح على اضافه على متصفح جوجل كروم، سوف اترك لحضراتكم رابط هذه الاضافه اسفل الفيديو، وهنغير الاي بي بتاع الجهاز، هخليه مثلا يونايتد ستيت، وهرجع ادخل على الموقع مره تانية، اعمل ريفريش للموقع. او زي ما حضراتكم شايفين الموقع بدا يفتح معانا اهو، زي ما حضراتكم شايفين الموقع فتح معانا. في حل كمان هو متعب شويه، لكن لو ما نفعش الحل ده هنروح للحل التاني، فبيتكون من عده خطوات. الخطوه الاولى هنروح على الثلاث نقاط دول على متصفح جوجل كروم، بعدين هنروح على سيتنج، بعدين ننزل تحت خالص واضغط على ادفانسد، هنروح على اوبن بروكسي سيتنج واضغط على السهم ده كده، وبعدين هروح على كونكشنز، وبعدين اضغط على لاين سيتنج، هشيل العلامه من هنا واخليها اوتوماتيكلي، واضغط على اوكي واضغط على اوكي. والخطوه اللي بعد كده هنروح على ايقونه الانترنت، هضغط كليك يمين ونضغط على ترابل شوت بروبلمز، حل المشكله، هضغط عليه كده وهتبدا يحل لنا المشكله. لو حل المشكله واشتغل يبقى مفيش داعي نكمل باقي الخطوات، لو ما اتحلتش المشكله هنكمل باقي الخطوات. الخطوه اللي بعد كده هنروح على الانترنت واضغط على اوبن نتورك، وبعدين اضغط على تشينج ادابتر اوبشن، وبعدين اضغط على ايثرنت، وبعدين اروح على بروبرتيس، وبعدين اروح على انترنت بروتوكول فيرجن 4، اعلم عليها كده واضغط على بروبرتيس، وبعدين اعلم على الخيار اللي فوق ده كده واضغط على اوكي، وبعدين اضغط على كلوز وكلوز، وبعدين اطلع منها. والخطوه اللي بعد كده هنحتاج الى هذين الامرين، سوف اترككم لحضراتكم في الديسكريبشن اسفل الفيديو. هنروح على البحث هنا وهنبحث عن سي ام دي، اقف عليها واضغط ران از ادمنستريتور، وبعدين اقول له يس. هتفتح معانا بالشكل حضراتكم شايفينه ده. هنروح اخد السطر الاول ده كوبي واحطه هنا واضغط انتر، بعدين هروح اخد السطر الثاني ده كوبي واحطه هنا واضغط على انتر على الكيبورد، وبعدين زي ما حضراتكم شايفين
عمل ريسيتنج لكل حاجة وعمل لي قصادها اوكي، بعدين بيطلب مني اعادة تشغيل الجهاز، هعمل اعادة تشغيل للجهاز وبعدين هنكمل باقي الخطوات. بعدين اروح على this PC، كليك يمين واضغط على مانج وبعدين ديفايس مانجر، وبعدين هنا اروح عند نتورك ادابتر واقف على الخيار الاول ريليتك بي سي، اقف عليها وكليك يمين، وبعدين اعمل سكان فور هاردوير تشينج، وبعدين اقف عليها مره ثانيه واعمل ابديت درايفرز، وبعدين اعمل سيرش اوتوماتيكلي فور ابديت درايفر سوفت وير. بعد كده تعمل ريستارت للجهاز وهتكون المشكلة اتحلت مشيئة الله تعالى. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.